على جانب آخر، زار مفتي الجمهورية الدكتور شوقي علام المقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية لتهنئة البابا تواضروس الثاني بحلول عيد الميلاد المجيد. وتوجه المفتي بالتهنئة إلى البابا والإخوة المسيحيين بمناسبة عيد الميلاد، مؤكدا أن التجربة المصرية في العيش المشترك وتحقيق مبادئ المواطنة الكاملة تتجلى في مثل هذه المناسبات التي يحرص فيها المصريون جميعا على التشارك، مضيفا أن ميلاد الأنبياء هو ميلاد رحمة وسلام للإنسانية جمعاً.